هذه الخمس سنوات غير مسبوق، لكن وكذلك لنعترف أننا باقي ما وصلناش في القطاع ديال الصحة لما نرجو ولما يناسب ويلائم دولة كالمغرب وشعبك الشعب المغربي. ما زال نبذلوا واحد المجهود كبير في المستشفيات كلية الطب والتجهيزات وكذلك في الموارد البشرية، ولكن نبغي بهذه المناسبة نقول الإخوان اللي كيشتغلوا في الصحة بصفة عامة سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، الله يجزيكم بخير إلى مزيد وبدلوا بجهود.